النهارده هنكمل ديبي شويه، هنشتغل شويه ديبي خلاص. السكادجول بعد كده هقول لكم بالظبط الاسابيع ايه، يعني هقول لكم المره الجايه لاب ولا لاب شمال ولا كلين ايه. بس انا سالت الدكتور في لاب اكزام ولا، قال لي في لاب اكزام ولا كان سنه عادي، بس فبين الفانكشن ديفايند بالايه؟
prefix و i plus 1 هو prefix مش ال i. فهبعت ال prefix و i plus 1 هسكيب ال i مش هقول i و i plus 1. طب لو انا عايزه انكلود ال i فهو هيبقى قبل ال i plus 1 هبعت ال function باي و i plus 1. فمين ال tuples ايه؟ بصي بالراحه انا دلوقتي بعرف ال subsequence بتاعي ازاي؟ ان انا i ده بيقول لي الاليمنت اللي انا واقفه عنده دلوقتي في ال sequence بتاعي اخر اليمنت في ال sequence دلوقتي خلاص؟ previous اللي هو بيبقى الاندكس بتاع الاليمنت اللي قبل الايه؟ السيكونس ده ممكن يبقى وراه قبليه على طول ممكن يبقى قبليه بكتير بس يبقى معناه ان السبسيكونس اللي انت مش شايفيه دلوقتي ده الـ i اللي فيه كانت حاجه واصله والبريفيس بتاعه الاليمنت ده تمام؟ طيب انا دلوقتي عندي البريفيس و i البريفيس هو اللي قبل الـ i البريفيس هو الايه؟ اللي قبل الـ i. طيب انا عايز اروح لـ i بلس 1 فانا هلاقي نفسي ريكيرسيف هبعت تاني بارامتر i بلس 1 خلاص؟ لو انا عايز اكسكلود اعرف اي يعني اعرف اي ما احطوش في السيكونس اعمل نفس اكون نفس الريكيرسيف دي اقول ان الاي بلس 1 البيفيس بتاعه هو الريكيرسيف يعني مش البيفيس بتاعه اي فانا كده عملت اكسكلودنج للاي خلاص طب لو انا عايزه اكسكلود الاي هقول ان الاي بلس 1 البيفيس بتاعه اي هي الفانكشن داخل الالمنت والالمنت بتاع الالمنت اللي انت فيه دلوقتي كارت في البيفيس بتاعه فتاني واحد كده كده هيبقى اي بلس 1 اللي قبليه بيفيس لو انت بتكنولي اي فبتسكارتي خلاص وفي الكود بتاع الانكيوب هتحطي حد عنده مشكلة؟ أول إلمنت من البريفيس بتاعي هتيجي تلاقيني دلوقتي مثلا في الدم بس في لونج سيكيورتي سبسيكونس هحط إلمنت في الأول ده بالمينيمم بالإنت مينيمم عشان يبقى هو البريفيس بتاع أول إلمنت شوفوا دلوقتي فأنت على حسب كل كونتر بتحط أول إلمنت بإيه؟ حاجة لوجيكال تنفع يعني خلاص؟ حد عنده مشكلة؟ يعدي
صافي. فهنا هديلك ايه؟ هديلك سي خلاص؟ طيب ألسي بقى عندي تو اوبشنز. انا عندي دلوقتي بكونسيدر اروف اي او اللي هي النون ليست تيب اوف اي، عايزه اعمل تو بوزيتيف كل فاكسكلود وكل فايه؟ فاكسكلود. طيب فانا هعمل دلوقتي الكورد بتاعتي اهو، الكورد بتاع الاكسكلود هعمله ازاي؟ هبعت الاي بلس 1 سواء في الاكسكلود او في الاكسكلود في الاثنين هبعت الاي بلس 1، بس واحده هتبقى البريفيس بتاعها هي البريفيس، يعني انا عملت اجنورنج للاي فعملت اكسكلود للاي، قلت ان الاي بلس 1 قبليها البريفيس، يعني هو المفروض الطبيعي البريفيس بعديها الاي بعديها الاي بلس 1. لو انا عايزه اكسكلود الاي فهقول الاي بلس 1 اللي قبليها هو البريفيس. طب انا عايز انكلود الاي هقول الاي بلس 1 اللي قبليها هو الايه؟ هو الاي. فدي ده كده الكود بتاع الايه؟ بتاع الاكس. بس تاخد بالك ان الفانكشن بترجع لك انتجر، فما تنساش تستقبل الانتجر ده وتشوف هتستخدمه في ايه بعد كده. خلاص؟ وفاكرين احنا كنا في سنه اولى قلنا ان لما تكون فانكشن ريكيرسيف اعتقد الفانكشن جاهزه وشغاله بتعمل فانكشنز ثلاثه صح؟ وبترجع لي بالظبط بتاعتها. صح؟ قلنا الكلام ده كانها لايبرري فانكشن وانا بستخدمها. فايه اللي هيأسس او المفروض ان هي تعمله تعمل ايه؟ بتجيب لي لونجست انكريزنج سب سيكونس بين الاي اللي انا فيها فورورد صح؟ طيب انا لما اديت نفسي كده ريكيرسيف الاي بلس 1 فهي هتجيب لي لونجست انكريزنج سب سيكونس ستارتنج من الاي بلس 1 وارجع لي اللينس بتاعه اللونجست انكريزنج سب سيكونس اللينس بتاعه ايه؟ هسألها على تشويس 2 خلاص؟ طب في حاله الانكلود هعمل ايه؟ هعرف تشويس 2 وهو هيبقى فيها الريزلت بتاع التست كل التايم. انيشال كانت هتجيب 0 يعني انيشال لونجست انكريزنج سب سيكونس في اوبشن 2 هتبقى 0 ماشي عشان عارف كده. طيب بعد كده هعمل الكل بتاع الانكلود اللي هي اي بلس 1 واي عادي خالص ماشي. بس الفكره ان انا مش بعمل يعني مش بعرف انكلود الارف اي او لونجست اوف اي غير لما يكون الاي انكريزنج بالنسبه للفيلد. ما ينفعش انكلود ده الا ما ده فرحان بس اعمل الشدين نون ليست اوف تيبلز او تبقى او الايه كل نون ليست اوف اي عشان اقدر اعمل الكود بتاع الانكلود. وسنس ان انا عملت انكلودنج للارف اي او نون ليست اوف اي فيبقى معنى كده ان انا زودت اللونجست انكريزنج سب سيكونس اللينث بتاعه واحد لان انا عملت انكلودنج ل 1 ارف فهقول 1 بلس اللينث اللي هيجي لي من ايه؟ من ستارتنج فروم اي بلس 1. يبقى انا زودت الارف اي عملت انكلود الارف اي فعملت 1 بلس الانكريزنج سب سيكونس زاد واحد فبقى 1 بلس 1 بلس ايه؟ الناتج بتاع اللي بعدي. خلاص؟ ده كده تشويس 2، طب عندي تشويس 1 وتشويس 2، تشويس 1 لو انا عملت اكسكيوت الالف اي وحسبت اللي بعدي، تشويس 2 لو انا عملت انكلود الالف اي وحسبت الايه؟ اللي بعدي وظبطتهم على بعض. خلاص؟ بعد كده بقى حلي انا في الاخر كفانكشن واوصل لها البريفيس والاي، حلي يبقى ايه؟ الماكسيمم ابيلتي. انا جاب لي ده جاب لي لونجست انكريزنج سب سيكونس اللي عنده وده جاب لي لونجست انكريزنج سب سيكونس اللي عنده انا بقى ماكسيمم. الماكسيمم يبقى ده الانترنت يعني. حد عنده مشكلة؟ يعني شوف مين أطول؟ هيبقى الأطول لو أنا عملت انكلود للبتاع للألف أي ولا هيبقى أطول لو أنا عملت اكسكلود للألف أي وعملت انكلود لحاجات تانية؟ تمام؟ حد عنده مشكلة؟ طيب. حلو جدا. أنا كده عندي كام ست فاريبلز؟ اثنين اللي هو البريفيس والأول. فأنا لما أجي أعمل دلوقتي الدي بي هعمله إزاي؟ الدي بي هعمله تو دايمنشنال أري. لو أنا عندي تو ستيت فايبرز هعمله كل دايمنشنال اري. المره اللي فاتت ما شفناش اكزامبلز على كل دايمنشنال اري. احنا اكزامبلز ما حليناهوش يعني ما شفناش الدي بي عامل ازاي. قبل ما بنحول الكود ده دي بي هو احنا النهارده هنتكلم توب داون. طبعا سهل ان انت ايه تقلبها بوتوم اب. بس النهارده هنتكلم توب داون. انا هكتب حاجه بوت فورس الاول وبعد كده هقولها ايه؟ هقولها دي. خلاص؟ طيب. فلقيت تسهيله كنت عامله لو نسك جلوبال تحط فيها الايه؟ الحاجات كلها. الاليمنتس كلها وزودت الاليمنتس الزياده بتاع الانت ده. طيب الانت عندي كام؟ ب 10 خلاص يبقى عندي الاليمنتس دول 10. طيب في الانيشال كل زي ما احنا قلنا 0 و 1 احنا دي كنا خدناها هي دي بتيجي جايه بعدين بس تعالى بس نشوف الاول ال 3 وبعد كده نبدا نبص على ال 0. شوف معايا انا اول كل خالص البريفكس ب 0 مرة الاكسكلود دي هيبقى هبعت الاكسكلود
بعد اكس كوز الف اي، فطبعا اي بلس 1 هو 2 والبيتس يعني ال2 واللي قبلها هو ال0 مش قبلها 1، فعرف اكس كوز 1 فنبقى هنا اي 1 لحد الاكس كوز، لحد الاكس كوز اللي كنت بعمل فيها ايه؟ ببعت الاي بلس 1 اللي هي ال2 واللي قبلها هو الاي اللي هو ال2 خلاص بقى نفس الايه؟ كل عادي. كملت ال3 بالشكل ده. هنا هتلاقي بالاحمر ده انا كاتب لك الالمنتس، يعني هنا الانتسيت او الفانكشن كله بيبقى اصلا 0 1 ده الاندكس بتاع بيتس والاي. هنا دي الالمنتس نفسها الكورسبوندنج، يعني الاندكس 0 هو المينيمم اللي كان انت مينيمم والاندكس 1 اللي كان الفاليو بتاعته 1 في الايه في الارينج يعني. تمام؟ طيب خدوا بالك بقى ان بتبقى انكلود بشرط ان يكون الالو في اي او النون ليست في اي اكبر من الالو في ايه؟ اوف بريفيس، يعني يكون انكريز مع البريفيس بتاعه عشان اقدر انكلوده معايا از ان اوبشن. خلاص؟ بس فانا هنا مثلا لما انا عملت الكورس 2 و3 هتلاقي ان انا مش 20 و3 ف3 مش انكريزنج معايا 20 عشان كده ما عملتش الاوبشن بتاع الانكلود دي اصلا. ما عملتلوش انكلود، عملت بس الكلام بتاعت الايه؟ او الكورس بتاعت الاكسكلود بتاعتي. خلاص؟ طيب عايزين نقول هنا ايه تاني؟ ركزوا انا كل ريكيرسيف كول انا بشتغل اي بلس 1، كل ريكيرسيف كول بشتغل اي بلس 1. انا دايما هتلاقي هنا في اول المنت اول ليفل تاني واحد او 1 تاني ليفل هتلاقي تاني اندكس ايه 2 تالت ليفل كله هتلاقي تاني اندكس 3. انا بتحكم بس في اللي قبليه، هو اللي قبليه على طول ولا اللي قبليه كويس؟ خلاص؟ طيب هتعمل شويه في الرسمه دي. احنا اللي هو البيست كونديشن ان لما الاي توصل لاربعه او اللي هو الليمت بتاع الاكس السايز بتاع الاكس توصل لاربعه، فلما يبقى الاي يوصل لاربعه ده الايه؟ السبيشال كونديشن بتاعي ساعتها برجع فيها زيرو. ماشي برجع دلوقتي زيرو. هنا البلس 1 دي كنت دايما بجمع بلس 1 في حاجه الانكلود، لان انا بانكلود الالمنت فبزود الداون في الايه؟ بواحد. خلاص؟ دول هيرجعوا لي صفر. ركزوا بقى لما تيجي بقى فيهم ترجعتين، طب ليه كان ده شويه صفر وده شويه صفر؟ طب كنت بعمل ايه؟ بجيب الماكسيموم ده بقى. فماكسيموم من 0 0 ايه؟ هنا ده 0 بس ده مش 0 ده 0 بلس 1 عشان حد تمام؟ يبقى 0 1 الماكسيموم بتاعها بقى. وهعمل كامل كده على طول. لغايه لما اوصل للبوستر اللي كده الناحيه دي كده جايبه لي كام؟ جايبه لي 1 بلس 1 يبقى ايه؟ 2. والحاله دي جايبه لي 1 بس يبقى 2 1 الماكسيموم ده. خلاص؟ اللي هو الاثنين دي ممكن تكون 1 او 20 او ممكن تكون 1 و3. خلاص؟ طيب فده كده الايه؟ دي ال 3 والريترن بتاعها. ماشي دي ال 3 والايه والريترن بتاعها. طيب في بس حاجه عايزين نقولها، فاكرين احنا قلنا في تو بوينتس مهمين في ال في ال دي تي. اهم واحد فيهم كان ايه؟ اهم واحد كانت ايه؟ يعني كان في تو بوينتس قلنا مهمين قوي في ال دي تي. اللي هي كانت الايه؟ اه الاهم فيهم الاوفرلابنج الاوفرلابنج بروبلمز او الاوفرلابنج سبسيكوس او اللي في اوفرلاب يعني. ففي الاوفرلاب في الدنيا دي؟ انا البروبلم اصلا ديفاين بالتو انسيز دول. فاللي جوه الالبس ده دي البروبلم بتاعتي. تعالوا نشوف فيه تكرارات ولا لا؟ تلاقي في اه تكرارات مثلا الايه؟ ال 2 3 دي موجود دايما فيه. فلما هسيبها في مره خزنها في الدي بي لما يجي لي 2 3 تاني هقدر اكسسه في ايه؟ في الدي بي على طول. خلاص؟ وهتلاقي بقى لو بصيت كده لو بريت كبيره شويه تلاقي ايه؟ اوفرلابنج بروبلمز كتير. فتعمل بتوفر حسابات كل ما انت حسبت حاجه قبل كده باكسسه بس. خلاص؟ طيب يبقى انا الدي بي بتاعي هيبقى 2 دايمنشن دي بي. خلاص؟ الاول دايمنشن بيعبر لي عن البيجز، تاني دايمنشن بيعبر لي عن ايه؟ عن الاول. اللي هي السيت فاريبلز اللي عندي في البروبلم. خلاص؟ تعالى شوف بقى كمان الكود ده ازاي دي. بعد كده بقى بحاول الدي بي بعملها ازاي. دي نفس كل البروت فورس عادي لو انت بتعمله في الدم خلاص نفس الايه كل البروت فورس عادي. بعدين تيجي في بدايه الفانكشن تقول اف لو الدي بي او السيت فاريبلز اللي عندي او البريفيس مع الاي اصغر من زيرو وانا مفترضه ان انا عامله انشاليزيشن ماينس. خلاص؟ لو اصغر من زيرو معناها ان هو مش انشاليز او يعني مش محسوبه قبل كده فبخش احسبها ولما بطلع بعمل ايه؟ ريتيرن للحاجه اللي انا كسبتها اللي هي الدي بي
والتروح للسايد بتاعتك بيجيب الاي يكون سلام وتحت بقى تاني حاجه خلاص. ده اصل طريقه الكتابه يعني بقول لكم طريقه صح في الكتابه عشان الدنيا ما توقفش منك بس ما تحسيش ان انت الايه الدنيا ملخبطه يعني بس طبعا ممكن تكتبها بطريقه مختلفه. في برضه عايزه حاجه اخليكي تلاحظي انا دخلت بريفس واي فكانت بالك ان انت بتمونيفاي بس الحاجات بتاعت البريفس واي عشان الدنيا ما تفرقعش منك ممكن تكون يعني ما تجيش مثلا تقول ان انا هعمل البريفس كونتي بتاعت الاي واي بلس 1 فهخزنها في الدي بي بتاعت الاي وبتاعت الاي بلس 1 فمش كده خلاص. هي لما انت تخش جواها هي هتتخزن في الاي والاي بلس 1 فما تعملش ايه؟ ما تحطهاش انت بايدك في الدي بي او في الاي والاي بلس 1 هنا تاني. فدي حاجه كيف لما تيجي تعمل الكيرسر كول عايز اسال الكيرسر كول مع اي جي مثلا عملت باي بلس 1 وجي ماينس 1 مثلا فتروح عند الريزلت بتاعتها دي بي اوف الاي بلس 1 وجي ماينس 1 ايكوالز كذا خلاص. انا شايفك تعمل كده عشان الدنيا هتقف منك وهيبقى كله هيلعب كده. فبقول لك انت دلوقتي بتتكلم في بيس واي فانت بس بتعمل الدي بي اوف في بيس واي في اي مكان انت عايز تتكلم فيه خلاص. طيب مش ناقص بس الشوية دي ان انا اعرف السايز بتاع الدي بي. انا دلوقتي اول دايمنشن في الدي بي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن البيبس. طب البيبس ممكن يبقى من فين لفين؟ ممكن يكون اي ألمنت باستثناء طبعا اخر ألمنت يعني تمام؟ او حتى لا مش باستثناء اخر ألمنت اخر ألمنت بعد. فانا هخلي السايز ان بلس 1 تمام؟ وهخلي السايز بتاع الكومنز ان بلس 1 برضه. طب ليه بخلي ان بلس 1؟ لان انا لما ادخل هنا الاي بي الان يعني لما الاي ايكولز الان انا بخزن برضه في الدي بي فانا عندي اندكس ان في الدي بي فعشان كده هخزن الدي بي اوف سايز ايه لو انا عندي الاندكس من 0 لان يبقى انا هخزنه اوف سايز ان بلس 1 تمام حاجه. يبقى انا ليه بعمله دايما بلس 1 ليه؟ كل المسائل بعمل بلس 1 ليه؟ عشان انا حتى في السبيشال كيس لما بيطلع اوت اوف رينج لما بيطلع بالنت بخزنه في الدي بي خلاص. عشان كده الاندكس من 0 لان فيبقى السايز ان بلس 1. طب عندي سؤال تعالوا نرسم كده الدي بي ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. انا دلوقتي ده الدي بي كله ديشن اري. في حد مش فاهم ازاي بعمل كله ديشن بتاع فيكتور السنتكس اقول فمي ولا اقوله تاني؟ انت بس الفكره ان هو فيكتور عادي بس بدل ما كل انا في الانتشر كل انا عباره عن فيكتور فيبقى مش فيكتور بانتشر لا فيكتور طيب هنا الدي بي بتاعي بيبقى واخد عدد الالمنتس النمبر اوف الالمنتس وبعدين ده الانيشال فاليو نمبر اوف الالمنتس ان بلس 1 يعني ما يستني عدد الرؤوس اللي عندي كل واحد فيهم الانيشال فاليو بتاعته ان هو فيكتور ان هو فيكتور مش ان هو انتجر بفاليو معينه فانا عندي الانيشال فاليو ان هو فيكتور انتجر وده نفسه عباره عن كونستراكتور فبياخد ممكن ياخد تو الالمنتس الالمنت الاولاني برضه هيبقى عدد الالمنتس والالمنت الثاني الانيشال بتاع كل الالمنت. فانا هقول ان كل المنت من الروز دي كل المنت عباره عن فيكتور السايز بتاعه ان بلس 1 والانيشال فاليو بتاعته ايه؟ ماينس 1. خلاص؟ فانا هنا لو رسمت الدي بي هلاقيه بقى بالشكل ده. هنا مثلا هنا ده بيعبرني عن الانيكس وده بيعبرني عن الانيكس ده بيعبرني عن الايه؟ عن الاوضه. خلاص تلاقي مثلا دي 0 1 2 اند سو اون لغايه الايه؟ الان بتاعتي. خلاص هنا 0 1 سو اون لغايه الان ايه؟ بتاعتي كده خزنت ايه؟ تمام؟ الاول خالص انا مثلا مش مثلا اكس حصلت البريكس مثلا بتاع ال 1 والايه والاي مثلا كانت 3 خلاص؟ فيبقى معنى كده ان انا 1 و 3 هو هي مثلا 1 هو اي حاجه وانا مثلا 2 خلاص فهي 1 و 2 يعني الالمنت ده هو ده اللي هيحصل في الريزلت فهتلاقي كل الريكست كل يعني بصوا على السالفه اللي هنا مثلا هنا لو دي مثلا 2 فده معناه ان 0 وال 1 2 وال 1 هنا اهو 2 خلاص. لما تيجي مثلا تحسب مره بعد 0 وال 2 ب 1 فتبقى حسب 0 وال 2 ده كده هيبقى بايه؟ بواحد. فلما تتكرر تاني هتلاقيها سيفت في الايه؟ في الايه؟ عشان كده هو كده دي ليه؟ عشان بيبقى ثلاثة الايه؟ في الايه؟ عندك مشكلة؟ بص يبقى انا دلوقتي
انا بركز كله على نفسي ان انا
اي فده معناه ان انا ايه الايفنت بتاع الكبس هو اللي دخل. انا ما عملتش انكلود للقلب في اي للاي تو في اي فالكبس ما قلتش حاجه. طيب لما اعمله انكلود هنقص الايفنت ده هنقص من الويت بتاعه من بتاع ايه الاي. يبقى انكلود الايفنت زي ما هو انكلود انا دخلت القلب في النفس ايه فالريميندر الريميني كباستي قلت بالايه بالويت بتاع الاي تو خلاص. بس انا ما اقدرش ان انا اعمل الكول بتاع الانكلود ان جنرال وداوت اكونديشن لان انا ما ينفعش ان انا اعمل ايه ما ينفعش ان انا انكلود الا لما الكباستي تسمح الريميني كباستي تسمح. فانا شوف لو انا الريميندر او الريميني كباستي يعني اكبر من الويت اوف اي فده معناه ان انا عندي قابليه ان انا انكلود الويت اوف اي فانا هعمل الكول بس بالايه تسمع معايا بالراحه. الفاشل دي الانتجر اللي بترجعه بيعبر عن ايه؟ التوتال كاب التوتال بالانس الماكسيمم توتال بالانس صح؟ طيب ماشي. فانا هنا لما هلاقي نفسي بالاكسكلود فانا هي هترجع لي الماكسيمم توتال بالانس اللي جاي لي لو انا ما خدتش الالمنت ده معايا خلاص؟ فده كده تشويس 1 ده بيعبرني عن بنفيت ماكسيمم توتال بالانس خلاص. طيب انا هعمل كوست عليه فده هسميه تشويس 2 هيبدا بزيرو بنفيت انيشال بزيرو خلاص. الكوست دي هترجع لي بنفيت معين الماكسيمم بتاعها الماكسيمم التوتال بتاعها تمام. كويس ان انا اعمل ايه؟ مش انا عملت انكلود للايتم واي انا عملت انكلود للايتم واي فانا البنفيت بتاع الالمنتس من اي بلس 1 فورورد هدور عليه البنفيت بتاع الاي لان انا عملت له انكلود. انا كل كور بتجيب لي التوتال بنفيت او الماكسيمم توتال بنفيت من الايرمنت اللي انا بعته هنا فورورد لغايه نهايه الايه؟ الابيل. فانا هنا دي هتبعت لي الماكسيمم بتاع ان انا من اول اي بلس 1 للاخر. وانا عملت انكلود هنا في الفانكشن كول دي للارم اي او للايتم اوف اي فمحتاجه ان انا البنفيت اوف اي ازوده على اللي رجع لي من الفانكشن كول دي. خلاص؟ فهي دي الحته اللي انت بتزود بيها البنفيتس دي بتحسب بيها كول. خلاص؟ وانا هسمي تشويس 2 بقى عندي تو اوبشن تشويس 1 ده البنفيت بتاع البوست الاولاني ان انا اكسكلود الالمنت ده ولادي نفسي على الباقي وتشويس 2 ده البنفيت بتاع ايه؟ الفاس الثاني ان انا بقى انكلود الالمنت وبنادي نفسي على الباقي خلاص؟ ففي الاخر الفاس بتاع الفاس كلها هي الماكسيمم بتاعت الايه؟ تو بنفيتس لان انا ماكسيمم. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله؟ يعني دايما في الانكلود انت بتشوف التاثير بتاعها ايه؟ اثر ازاي؟ هتنقص لي الويت وتزود لي البنفيت. انا زودت الايتم هتنقص لي هتنقص لي الريميننج ويت او الريميننج كاباستي وتزود لي الايه؟ البنفيت. لو الريميننج بزيرو انت بتقول لي دلوقتي لو الريميننج وصل بزيرو منطقي جدا ده حق. يعني هنا انا عامل شوبينج كونديشن للاي خلصت الاي ايكوالز الان خلصت خلاص؟ فده معناه ان بيتخرجوا من الاي ايكوالز ان. طيب افرض الريميندر وصل للزيرو قبل ما الاي يبقى ايكوالز ان. فانا ممكن ايه؟ اطلع بدري فممكن ازوده كونديشن لو الريميندر في زيرو هتبقى ايه؟ هتبقى اوفر مع السبيشال كونديشن. ايه؟ بالظبط هتبقى اوفر ان الريميندر ايكوالز صح عندها حق تمام؟ طيب حد عنده مشكله في كلامنا؟ طب يا شباب اول مساله احنا بنتكلم دلوقتي بروبلمز على نفس نفس الباتر يعني فكره بتاعت الانكلود والاكسكلود هناخد ديفرنت بروبلمز والحاجات دي كلها غير بروبلمز فكويس ان انت تبقى عارف حاجه تمام. ماشي عايزين بقى نحولها لزي بي. بص بقى معايا انا معايا اي وريمين تعالى نشوف الريتش بتاع الاي الاي بتاع الاي اخر الف هدخل فيه او اخر قيمه الاي اللي هو عند الان نفسها اللي هي اوت اوف رينج اللي هي السايز نفسه خلاص. عشان كده يبقى ان اس عايز يكون زيرو من ان يبقى عدد ان اس ان بلس 1 يبقى ان ايه؟ بلس 1. طيب عدد الرينج بتاع الريميندر الريميندر ده ريميندر ايه؟ مش ده ريميندر لو في كاباسيتي صح؟ فهو ممكن ياخد زيرو لغايه الكاباسيتي من الزيرو لغايه ده الان اس الريميندر ده يعتبر كانه ال اس اللي بقى اس فيه دي بي فالريميندر من الزيرو لغايه الكاباسيتي طيب انا هكسر الكاباسيتي ايه؟ بلس 1 الكاباسيتي انا عاملها سي ان الراجل عايز يحسب على اساسها انا دلوقتي في كيك تاني ابقى شاطره عادي كده.
Thank you.
عالية بالأمشي. كم إندكس أمشي؟ اثنين. واحد على بيت البتاع ده اسمه أي مثلا، وواحد على بيت السنج تو اسمه جي مثلا. فأنا عندي بحاول إنكلود أو إكسكلود الأي وإنكلود بإكسكلود الجي. خلاص؟ طيب هتعمل مشكلة في الكلام ده؟ أفضل ماشية بالأي، يا إما أزود الأي بلس 1 يا إما أزود الجي يا إما أزود الاثنين على حسب إيه؟ السيناريو عندي عامل إزاي؟ بس كده بقى عمال أحل. ماشي. الإنيشال كود إن أنا الأي بدأ من 0 والجي بدأ من 0، فالإنيشال كود 0 0. فمعنى كده 0 0 عبارة عن إن أنا بكونسيدر إن السبيك كله الأولاني والسبيك كله التاني، يعني 0 أند فورورد، 0 إيه أند فورورد. خلاص؟ طيب. ده هو ده جلوبال، انا فاكر الجلوبال اللي عندي او الايفر بقى تبعت لي البارامترز كونستنت اي. هنا لو الاي وصلت للسايز بتاع ستريت 1 او الجي وصلت للسايز بتاع ستريت 2 ده معناه ايه؟ ده معناه ان خلاص واحد خلص، يعني انا عندي واحد من التو ستريتس خلص، فالكومن سبسيكونس ما بين ده والبيت التاني ما خلصش كامل، ايه الكومن سبسيكونس؟ لكن ده وصلت من واحد خلص التاني فيه الكاركترز مثلا او حتى ما فيهوش، بس في الاخر الكومن ما بينهم اللي في التوزيع هيترن ايه؟ هيترن زيرو. فكده احنا برضه زي ما احنا قلنا، احنا قلنا حاجتين زمان في سنه اولى، قلنا هو بقى انا بكون نفسي بعتبر الفانكشن جاهزه شغاله بترجع لي الريزلت صح، وبقعد افكر جيفن الريزلت ازاي اجيب الريزلت بتاعتي انا. تمام؟ فده كان ايه؟ اول حاجه قلناها. وقلنا في السبيشال كونديشن انت انسى ان انت كنت جاي بالريكرشن للناس اللي تحت، انسى الكلام ده خالص، تخيل ان انت الاي جاي لك بالسايز والجي جاي لك بالسايز، هتترن ايه؟ يعني ايه الـ ايه اللوجست كومن سبسيكونس لما الاي يبقى في اخر الاسترين والجي في اخر الاسترين؟ يعني الاي خلصانه والجي خلصانه؟ مفيش، مش كده ريفرنس دي. فهم ده مش سبيشال كومبليشن. تعالوا بص بقى على البوسيبيليتيز بتاعتي. انا بدور على كومن، يعني انا بدور على حاجات ايه في ايه؟ فانا اول بوسيبيليتي عندي ان الاي الاسترين هو ان الاي ايكوالز الاسترين هو ممكن ايه؟ وساعتها هعمل ايه؟ طبعا هحط حزب واحد لان انا لقيت كاركترز قد ايه؟ كومن. فانا عارفه ان انا هيبقى واحد بلس. واحد بلس ايه بقى؟ طول الكومن سيكونس في اللي بعدي، من اول اللي بعدي. الاول اللي بعدي ده يعني لو الاي واحد بنجيب واحد لان هما ايكوز، فانا خلاص هحط ان هما ايكوز، زودت الكاونت بواحد، بعد كده هبدا اكونسيدر الكاونت من اول الايه؟ من اول الاي بلس 1 والجي بلس 1. انا ماشي كده. تمام؟ وده كده هيجيب لي ايه؟ اللينس يعني المطلوب فانا هرجع. خلاص؟ طيب اكس، اكس معناها ان تو اليمنتس بتاعت الاي والجي والجي، فانا عايز اجرب الاقي نفسي على الباقي. فهجرب الاقي نفسي على الباقي ازاي؟ بص بقى. في ان انا الاول كنت هجرب ان انا يعني على نفسي مثلا الاي مش موجوده. فانا عندي الاتش والام، فجيت كنت ابص عليهم ده الاي وده الجي. ابص عليهم لقيتهم مش ايه. فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب اللونج ستوب سيكونس. لو ثبتت الاي وخدت الاول جي بلس 1، هو الكل اصلا جاي لي اي وجي، فما ينفعش اجيب نفسي بنفس الانبوت بنفس الست فاريبلز بنفس الاي وجي. فانا هجرب ان انا كونسيدر ان ده سترينج 1 وسترينج 2 من اول جي بلس 1 واشوف ايه اللونجست ما بينهم، واشوف اللونجست ايه او اللونجست اسمه ايه اللي هو اللونجست كومس سيكونس قد ايه الطول بتاعه عامل ازاي. ده يبقى ايه الحل الاولاني. في طريقه ثانيه ان انا اكونسيدر البتاع ده كله ودي اشيل منها الايه؟ الادر فول. فانا عندي حلين، يا اما الاقي اي بلس 1 والجي، يا اما اي والجي بلس 1. دي هترجع لي اللونجست كومن سبسيكونس عندها سبيك تشويس 1، ودي هترجع لي اللونجست كومن سبسيكونس عندها سبيك تشويس ايه؟ تشويس 2. في الاخر انا عايزه ايه؟ انا عايزه اجيب اللونجست انكريزنج لونجست قصدي كومن سبسيكونس ان جنرال. فبماكسيمايز بين التو تشويس. خلاص؟ فانا يجي يقول لي طب ما انت كده ما جربتيش، لو انا جيت الاي خطوه جي خطوه هتلاقيها لا جربتها ليه؟ لان انا بنفذ مثلا في الكيس الكل دي، مش انا الكيس الكل دي بدخل انفذ الفانكشن تاني عايز اخلص بس بالاي اي بلس 1 بدل اي، تيجي بعد شويه تلاقي نفسك نفذت الفانكشن دي اللي هي الاي كان داخل لك باي بلس 1 وانت عملت جي بلس 1 هي اوريدي انكلودد في الايه؟ في الاثنين. خلاص؟ حد عنده مشكله؟ هنا طبعا دي في اوف دايمنشن ايه برضه؟ 2
Thank you.
لازم يبقى صوت كده عشان البلدين يزيدوا مش بلاقي في نفس الاسم دي مش تمام. هو انا بيقول لي لازم يبقى صوت كده على اساس ان انا ديمنتر اصلا لو الديمنتر اصلا بيكون زيرو وهي مش صوت كده فممكن قدام اي حاجه تكون تنفع مع الديمنتر فكنت عليه نفس الاسم دي على البيت بس ان انا ما نقلتش المفترض ان هي ايه هي ممكن مساله انا نقلاها مش حاطه فيها المكتوب يعني بس انا اللي انا فاكراني هي كانت صوت كده خلاص طيب عارف لو مش صورة يا سيدي يبقى لما تقراها بس اعمل الصورة قبل ما تدخلها للفرش عادي سهل تمام؟ طيب هنا بعد كده ايه تو زي انا عايزة اكونت الباسورد ويت فانا هلاقي نفس الريكيرسيف دي على الاي باسورد ودي ميجا دلوقتي هيكسبلود الكارت بوينت هيكسبلود البوينت في ايه؟ اي خلاص؟ فانا هلاقي نفس الاي باسورد هبدا اكونسيدر بالبوينت اللي بعده بنفس الريكيرسيف لان انا ما عملتش انكلود لنفسي فما قللتش الريكيرسيف حاجه خلاص؟ دي هترجع لي عدد البوسيبل ويز اللي هتحكي فيها الريمينتر ده بالالمنتس ستارتنج فروم اي بلس 1 فتترجع لي كاونت معين هزوده على الكاونت بتاعي كاونت ايكوال زيرو وعمال ازود عليه حاجات فاول حاجه هزود عليها عدد البوسيبل ويز اللي انا افك بيها الريمينتر بتاعي جيفن ان انا ما عملتش اكسكلود عملت اكسكلود للايه؟ للالمنت اللي انا هرفعها خلاص؟ بعدين بقى هل الانكلود بقى مش هتبقى مره هتبقى جوه لان انا ممكن انكلود نفس البوينت اكتر من مره خلاص؟ فأنا هعمل كده انتراك ايكوالز ريمينجر ده اللي هو الايه؟ الريمينجر بتاعي بس سايبته فرق. طول ما الريمينجر ماينس الكوينز اكبر من زيرو معناه ان الريمينجر اكبر من الكوينز اوف خلاص؟ يبقى انا ممكن اضرب ان انا انكلود تاني كوينز اوف انا عايزه اضرب انكلود على قد ما اقدر الكوينز اوف هقعد اجرب كل مره ان انا هنكلود الخمسه مره مثلا ما كانش دي هجرب انكلود الكوين هو البني بتاع الخمسة مرة واشوف الايه عدد البوسبل ويز بتاعه واشوف واجرب انكلود مرتين واشوف عدد البوسبل ويز بتاعه وثلاثة واشوف عدد البوسبل ويز بتاعه لغاية لما اوصل ان الريمينتر اصغر من الايه الكوينز اوف ار ما ينفعش انكلود اخر من البوسبل ليه ما ينفعش تتكون بدل ما يبقى اسمها ايه بس ليه عملت نعمل تاني لا عملت لوب لان انا ممكن انكلود اكتر من مره انت عايز بس عايز حاجه تانيه مختلفة في elements cells مختلفة عمالة اضيف في
الستيت فاليوز اللي جايه لي فاليو بتاعت الستيت فاليوز اللي جايه لي عماله ابديت في الريميندر واغير احط شويه من الكاونت في المكان ده وشويه في السيل دي وشويه في السيل دي هم كلهم ديبندنج هم كلهم ريليتد تو ذا سيت ايه ريميندر بدل ما انت عمال بتزيد في الدي بي اوف الاي والريميندر كل مره الريميندر مختلف فانت عمال توزع الكاونت كل مره في ريميندرز مختلفه بوظت الدنيا وزعت الكاونت في سيلز مش ما عملتهاش نفس السيل خلاص فدي مش مثلا في البوت فورس بس خد بالك حاجه زي كده يعني يعني خد بالك ان انت الانسيز بتاعت الستيب فايف بس انت محافظ عليها وما تغيرش تمام؟ طيب وايه بقى؟ دي نفس البروبلم بص بقى في بقى حاجه هو اصلا احنا واخدين البروبلمز دي من بلاي ليست اللي هي بتاعت تشالنج بتاعت ار كومبليت بروجرام في بلاي ليست على دي بي بس البلاي ليست طويله جدا فيها حاجات حلوه يعني كملت في الاول حلوه بس في حاجات يعني معقده شويه فحتى الحاجات اللي هي السهلة اللي فيها معظم انواعية المسائل او حاجات زي كده اتكلمنا عنها. بس انت عايز تستفيد ممكن ايه؟ بص في البلاي ليست حلوة جدا. خلاص؟ هحط اللينك بتاعها في اول سلايد تاني سلايد. طيب. دلوقتي بقى هو بيقول لنا ايه؟ ان انا في خلاص دي طريقة لوجيكال ان انا ممكن انكود اكتر من مرة فعملتها واي. بس ممكن في حاجة اسمها هو سميها بوش لوب تو بارامتر. انا هبوش اللوب تو بارامتر. هلموه في اللوب وهنقلها للبارامتر ليست. هنقلها ازاي؟ دي بتاعت الاكسبلود عادي. زي ار بلس 1 والريميندر اللي احنا اتكلمنا عنها. بص بقى الانكود هتبقى عامله ازاي؟ انا برضه انا بقى انكود بوينت اوف اويل. انا برضه الريميندر بتاعي ريميندر ماينس بوينت اوف اويل. عادي صح مظبوط. تمام؟ لكن انا عايزه في الريكيرسيف كول الجايه اكونسيدر الاي ستيت معايا ان انا اقدر اخده تاني. فالاختلاف الوحيد ان انا هنا في الانكلود ما عملتش اي بلس 1 عملت اي. يعني في الريكيرس كل الثانية في الانكلود في الانكلود دي عملت انكلود مرة وده ليه ان انا ممكن ابدا من نفس الاي اللي كانت واصلة فانا ممكن هخش برضه اجرب اكسكلود الاي اللي ما خدهاش تاني او اجرب انكلود تاني. طيب انا اول مرة عملت انكلود الخمسة مرة واحدة خلاص وده ليه ان انا ممكن انكلود الخمسة تاني او اكونسيدر الخمسة تاني فبقى برضه عندي في الدخلة الجديدة عندي تو اوبشنز يا اما اكسكلود الخمسة يبقى انا كده ايه وقفت ان انا خمسة مرة واحدة أو انكلودها تاني دلوقتي مرتين. طيب ولما الاقي تاني هتبقى بالاي هي هي. فأنا ممكن انكلود الخمسة نفسها تالت مرة سوار. خلاص؟ مين اللي هيطلعني بقى؟ مين اللي هيطلعني؟ وأنا عمالة كل شوية انكلود الخمسة انكلود الخمسة. الاي ما بيتغيرش. الاي مش هيوصل للاند بوينتس. هتبقى بس اللي بيطلعني من هيبر ماينس البوينتس اوف اي ما انا عمالة انقص من الريميندر. لغاية لما اوصل لمرة ان الريميندر يا اما هيبقى اصغر من الباقي من الكوينز اوف اي اصلا فساعتها مش هحطه في الباث تاني يا اما الريميندر وصل للزيرو فانا خلصت ايه التاس اللي انا في يعني دايما كده تعرفوا ان انا الستيت فاليوز جاي لي اي ريميندر ما ينفعش اعمل ريفيرس كول بالاي ريميندر ما ينفعش ابدا ابدا تعمل ريفيرس كول بنفس البروبلم سايز فانت يا اما هتقضيت الاي يا اما هتقضيت الايه الريميندر تبقى عارف سايبك في السبيشال كونديشن لو ده خلص الاول ده خلص الاول اول اللي بينزل خلص الاول تقدر تطلع خلاص مش طب هو ده اتحقق فين في السايد اللي قبلها؟ نعم ده اتحقق فين في السايد اللي قبلها؟ ده انكلود فين نفس الحاجه؟ انا عملتها وايد انا عملتها بس وايد انا عملتها بس وايد بص بقى المره اللي فاتت عملت الاي بلس 1 بس لفيت تاني لنفس الاي شايف الفانكشن دي؟ مش اي لوب انت في الاي الفانكشن اللي داخل فيها الاي لفيت في لوب على الكوينز على كل سوق ار بس عند كل انكلود بيبقى الريميندر ابديتد فبتدي نفس الحاجه في الايه؟ من اول اي بلس 1 بالابديتد ريميندر خلاص؟ فبقى انا كده الكوينز اوف اي الخمسه دي اتحطت مره واحده عندي
18 دي هي كانت الريت الجديد بقت ماينس 5. جيت قلت لي انا كده عملت الخمسه مرتين، خدت الخمسه عندي مرتين، قلت له هات لي النمبر ويف عشان اخدت 18 ماينس 5 يبقى 13. تمام؟ فانا بانكلود واحد وبحسب عدد الويف ان انا اخلص الريت اللي باقي. بانكلود تاني فالريت هيتغير وبحسب الايه عدد الويف ان انا انكلود الريت اللي باقي. الطريقه الثانيه بقى بص طريقة هنا عملت ايه؟ عملت انكلود للخمسة مثلا هو كان 23 خلاص؟ ماينس 25 ماينس 5 فبقى 18 صح؟ 18 هتديني نفس الكيكاسة دي ب 18 ونفس الاي فلقيت زي ان الكوين بتاعها اقل زي ما اتفقنا عاملين نفس الاي هدخل تاني هجرب اكسكلود اكسكلود دي هي معناها ايه؟ يعني مش هيكون الخمسة تاني هبدا من الايه؟ من اللي بعد الخمسة من عشرة. من هنا هجرب انكلود الخمسة تاني. الاي اللي هتلاقي الكوين خمسة انكلودها تاني وبقت 18 الريند ده داخل لي دلوقتي كان 18. ولما انكلود الخمسة تاني هتبقى 18 لغاية خمسة هما كام؟ 13. خش احسب ازاي احط ال 13. وعامله الاي حطها في الاي تاني هحط برضه الاي بنفس كوين الخمسة بس هنا بقت 13. خلاص؟ اخش هنا تلاقي انت برضه هتجرب تكسكلوتي من بعد كده يعني جرب من اول العشره فانت عندي ايه كنت خمسه مرتين بس او ان انت ايه تنجوتي خمسه مره ثالثه هيبقى 13 8 هتفضلي كده لغايه لما تلاقي ان انت دخلتي وانت داخله مثلا هتلاقي داخله في الريميند الثلاثه كويس خمسه هتلاقي ان الريميند الثلاثه اصغر من الخمسه فانا عمري ما ينفع اتنزل الايه الكوينت دي انت لو عايز اصلا كل شويه تجرب تسوي في كل الكورس اللي فات تعملها تجرب كورس كويس وفايده الدي بي اي حاجه متكرره خلاص بقى كده انا مش بحسبها تاني انا بس بركن بالي فات فكل التكرارات دي مش يعني مش اوفر هيد كتير يعني في الكورس ده انا كده الدي بي اي بيعبرني عن الكوينز اللي عندي هنا الريميند اللي بيعبرني عن الماني اللي انا عايزه ايه زي ما كنا دي بقى ايه دي عادي مش اي مشكله نفس الطريقه حلو هو باقي 10 دقائق ممكن تخلص المساله دي فيها ولا خلاص طيب ايه بس البروبلم بس دي ريحته شويه ضخمه فيها كده بعد كده ايه مشكلة؟ تمام؟
والـ J هي الـ index of the إيه؟ the last element. طب I equal to J ده معناه إيه؟ يعني الـ first هو الـ last لأنه في قلت واحد عندي فده قلت له طيب الـ count بتاع الـ count هين كان قلت له فيه؟ واحد لو الـ I plus 1 equals J يعني إيه؟ يعني مثلا هنا أنا عندي 2 elements الـ I هو أول واحد الـ J هو تاني واحد فلما يبقى الـ I plus 1 هو نفسه last element تعالوا بس كده عندي تو اوبشنز ممكن تبقى الاثنين زي بعض ممكن يكونوا مختلفين فلو الاثنين زي بعض لو اثنين مختلفين هيبقى عندي ده واحد ده واحد فالاثنين تبقى اثنين هنا هيبقى واحد ده الواحد ده الواحد يبقى اثنين بلس ده على بعض الاثنين متساويين فيبقى هو هو كمان ايه فالاثنين تبقى اثنين بلس 1 يعني اما اثنين بلس 0 يا اما اثنين بلس 1 فانا هحقق اثنين بلس هل السينج اوف اي ايكول السينج اوف جي ولا الكيس بتاع ايه؟ 2 كابيتال الكيس بقى الجينيريك بقى لو انا عندي ايه؟ اكتر من كابيتال او اكتر من كابيتال الكيس بقى عشان الكوكا لقينا جنب مين؟ انا مثلا لما بس الانيشال كول هعمل ايه؟ هبعت اي بزيرو ده الاندكس اوف فيرست اليمنت الرينج وهبعت الجي من سايز ماينس 1 اجي هنا حاضر هعمل ايه؟ هخلي الكاونت الاول ايكول زيرو انا بحسب ايه بس؟ بحسب ايه؟ عامل كالندرز الاول الكاونت ايكول ايه؟ أنا أول ما في حتة وجي وقف في حتة. تعمل أول ما تبتدي لو الاثنين يكون بعض. لو زيرو أي يكون زيرو جي. يعني هنا. أحط الـ A والـ A الاثنين زي بعض. خلاص؟ طيب لو أي كده جي. أنا دلوقتي هزود الكاونت من إيه؟ هزود الكاونت من الحاجات اللي إنكلودنج فيها الـ I والـ J. يعني هتلف كده كده معايا الـ A والـ A. ترتيب كده كده معايا في الكالندر انا عايزه هنا احسب عدد الكالندرز اللي ستارتنج ستارتنج من الاي يعني واندنج اف ايه؟ ات الاي برضه يعني الاي والاي انكلودد معايا في الايه؟ في الكاونت اللي انا هحسبه هنا فانا عندي اول كالندر الاي والاي مفيش اي حاجه في النص فانا عندي اول كالندر في الاس دي هي اي اي بس فهيبقى 1 بلس 1 دي مع اي على الاس بتاع الاي ايه مفيش اي حاجه في النص ما بينهم ده كالندر فده هيبقى ايه زاويه كام واحد الباقي ايه بقى انا عايزه اشوف عدد الكالندرز اللي في الالبس اللي في النص اللي ينفع احطها في الاي اي وتبقى كالندر انا دلوقتي ايه هو انا اشوف عدد الكالندرز عشان هتلاقي ايكوال بعض فانا بس عايزه عدد الكالندرز اللي في النص ويبقى ده كده عدد الايه الكالندرز اللي ستارتنج with A وإندنج with A وفي النص ايه فيها كالندرز خلاص فانا دلوقتي
كده. وسبت كل ده بره.
تخشي بس الايه ودي حاجه جديده في النقطه دي يعني في المساله دي ان انت تاخد بالك من الدوبليكيشن لما يبقى في عندك دوبليكيشن في الريزلتس شيل الانترسكشن او شيل الحاجه الدوبليكيشن عشان تلاقي الفاونت او الحاجه اللي انت بتكسبها ما فيهاش حاجه دوبليكيشن فيها الحاجه الايه الاكزاكت يعني كونسيدر حاجه زي كده لو اديتي ناس الكريسيتي في دوبليكيتس بحسبها ولا لا عشان اشيلها خلاص حد عنده شايف يلا طيب اخر حاجه هنا مش هارش نفس يعني نفس السلايد حتى يجي يقول لي طب انا ليه ما بحطش ده طب انا اكتفي الاولاني مع جنرال كيس وخلاص ليه احط كونديشن اثنين يعني ليه واحد في الاثنين طب انا هعمل ثلاثه بقى طيب طيب تعالوا نبص كده نجرب تعالوا نجرب مع بعض ايه لو انا شلت ده خالص يعني ده زي ما انا شلته ده انا طلعت مع الشيك والقاعدين تروحوا لو اشتغلت يبقى ده ايه؟